السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد بهذا الفيديو هو المكتب الفيدرالي يعقد اجتماعه الدوري ويتخذ قرارات هامة. نسمع هذه القرارات. قبل ما نسمعها أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، أحبكم جميعا، ادعمونا لهذه القناة والآن لايك واشتراك. اسمعوا ماذا قال. موعد الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي اللي راح يعتمدها، وبالتالي نروح للجمعية العامة اللي تصادق على هذه الحصيلة. نفس هذه الجمعية العامة راح تستدعي جمعية عامة، كذلك راح تكون هي اللي تستدعي الجمعية العامة الإكستراوردينير والإلكتيف يعني في الحقيقة لانتخاب رئيس جديد ومكتب جديد. اونترتون ما بين الجمعيتين راح تكون، ما بين الاجتماعين راح تكون جمعية عامة استثنائية للمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، واللي تقريبا وصل في خلاص خلصناه، فما زال إلا المصادقة عليه، بعض ترتيبات صغيرة مع السلطات فقط العمومية، لأن الوزارة تعطينا الرأي في الموضوع. كما سمعتم هذا ما قاله. طبعا أولا وأخيرا نتمنى كل التوفيق للفريق.